التواصل يستمر والأشواط تتواصل وتتوالى على أرضية ميدان دستور في المرموم أحد أذرع المرموم بمنطقة السيلي في دبي، بهذه الانطلاقات وهذه التحديات الجميلة والرائعة. مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلق الشوط العشرون في هذه الانطلاقات والتحديات، الانتاج والمنتجين. هذا الشوط الخاص مشاهدي الأعزاء بالجعدان الحقائق نتقدم للمركز الأول. شاهين خليفة بن سالم بالضبيعة يتصدر القائمة ويقود مسار الشوط، بينما يلي في المركز الثاني وياتينا في ثانية المراكز متوكل الدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز وهذا هو راهي محمد بلقرين بن علي العامري، يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الآخر هناك يتواجد الشامخ لخالد بن حميد بن حارب المهيري، والمركز الخامس هناك مشاهدي العزاء بالدحبه على ما اعتقد، وشعاره شعار بالدحبه العامري، نبه عبد الله بسهيل بالدحبه، وبن غدير من الجانب الاخر شعار مرقم هناك على المركز الخامس. وبقول المركز السادس ليكمل النداء، هذا هو مشاهدي العزاء هناك وصل في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات 16 القادم في هذه اللحظة في هذا الاندفاع. مشاهدينا الأعزاء نعود مرة ثانية للمراكز الأولى، نعود مرة ثانية للمقدمة في هذه الانطلاقات والتحديات. شاهين خليفة بن سالم بالضبيعة الكتبي في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. المركز الثاني نبه ومالك نبه اللي هو عبد الله او سهيل بن عبد الله بالدحبه العامري، ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث متعب محمد بن سعيد العامري بن خويطر العمري، يتقدم في هذه اللحظات، بينما بن رشيد القادم بشعاره، والمتقدم مع الصارم محمد بن علي بن عبيد بن رشيد، ووصول في هذه اللحظات من قبل سلهود عبد الله الشاعر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. وهناك ايضا يتقدم الباز لخالد بن المر بن حلوه، يتقدم على المركز السادس. والمركز السابع اشوف وصول من مفوض لعلي بن مسفر بن علي الخيالي. المركز الثامن اشوف التقدم في هذه اللحظات، هناك ايضا نعم هذا زعفران مطار بن مبارك بن سعيد المنصوري. والمركز التاسع محمد بن سعيد بن مطار الرميثي. والمركز العاشر اللي وصل في هذه اللحظات 29 هذا هو، يتقدم الفاتن لعلي بن خميس بن سلطان العويسي. هذه النتيجة للعشر المراكز الاولى المتقدمة، ولكن نعود إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول. وهذا سلهود الشاعر، راح الشاعر عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي على المركز الأول، يتقدم بن رشيد الصارم محمد بن علي بن عبيد بن رشيد. يبقى النقطة الثالثة يا سلام، ما شاء الله انفرد بالمركز الأول بل باعد بينه وبين البقية. انطلق سلام وتحية لعلي بن عبيد بن رشيد ولهالي المرة شعبية الرشدة. سلام وتحية على فوز الصارم محمد بن علي بن عبيد بن رشيد. المركز الثاني مفوض لعلي بن مسفر بن علي الخيالي. والمركز الثالث اعطوني ارقامهن. المركز الثالث هذا لمحمد بن سعيد بن خويطر بن فريش العمري. والمركز الرابع مشاهدي العزاء اللي في سلهود لعبد الله بن سالم بن حزيم. والمركز الخامس اللي هو الفايز لمحمد بن سعيد بن مطار الرميثي. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الأعزاء في هذا الشوط الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان، ميدان دستور. عودة إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق. ما شاء الله يقدم الأداء الجميل الصارم. توقيت الزمني 4 دقائق 42 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، وسلام صباحي جميل علي بن عبيد بن رشيد. المركز الثاني 4 دقائق 44 ثانية و1 جزء من الثانية. هذا مفوض علي بن مسفر بن علي الخيالي. تهانينا وناموس له على الفوز بالمركز الثاني. 4 دقائق 44 وجزئين من الثانية. من حل في المركز الثالث هذا اللي هو متعب محمد بن سعيد بن خويطر العمري. تهانينا وناموس لجميع الأخوة الفائزين بالمراكز الأولى.